تتواجد حاليا في معتمدية تالا من ولاية القصرين الواقعة في الوسط الغربي للبلاد التونسية، أين يتم إنجاز مشروع محطة التطهير وشغال تمديد شبكة تحويل المياه المنجزة من الشركة المغاربية للهندسة والمقاولات. يتم إنجاز هذا المشروع لفائدة الديوان الوطني للتطهير بتمويل من الحكومة التونسية، البنك الألماني للتنمية والأمانة العامة للاقتصاد السويسري. المشروع يتمثل في إنجاز محطة تطهير بمعالجة ثلاثية ومعدل تدفق 2000 متر مكعب في اليوم. كما يتضمن هذا المشروع إنجاز 7 كيلومتر من شبكات تحويل المياه المستعملة وأربع محطات ضخ. المشروع يقع في منطقة ذات تضاريس وعرة، هذا اللي خلانا نقوم بدراسات عميقة ودقيقة. يتم إنجاز هذا المشروع بكفاءات تونسية 100%، كما يوفر 120 موطن شغل، 80% منها من متساكني هذه المنطقة، مع تغطية اجتماعية وقانونية كاملة. كما يستفيد من هذا المشروع 20,000 ساكن من متساكني معتمدية تالا. قد حرصنا على إنجاز هذا المشروع وفق معايير الجودة ISO 9001 والبيئة ISO 14001 ومعايير الصحة والسلامة ISO 45001، كما وفرت الشركة المغربية للهندسة والمقاولات جميع الإمكانيات لإنجاز هذا المشروع في الأجل المحددة. في الأخير نحب نتوجه بالشكر لكافة أعوان وإطارات الشركة المغربية للهندسة والمقاولات وكافة المساهمين في إنجاح هذا المشروع.